أثار غياب الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي عن حفل الميركس دور تساؤل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين راحوا يبحثون عن السبب. وكانت الفنانة الإماراتية بلقيس قد تحدثت عن سبب غيابها عن حفل الميركس دور الذي أقيم في لبنان قبل أيام، مشيرة إلى أنها رفضت الدعوة الموجهة لها مرتين. وقالت بلقيس أنه وجه لها الدعوة أول مرة ورفضتها بسبب الظروف التي يمر بها لبنان، وأضافت أنها في المرة الثانية عندما وجهت لها الدعوة مجدداً رفضتها وأصرت على رفضها قائلة: شفت أنه مش من المناسب أن نروح نحتفل والناس وضعها مش تمام. وأكدت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي أنها اعتذرت عن تكريم مهرجان الميركس دور بسبب الأوضاع السياسية الصعبة في لبنان، وتمنت أن تتغير الظروف العام المقبل ويعود لبنان كما كان. وحول تكريمها في مهرجانات الفضائيات العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، قالت بلقيس في تصريحات صحفية لوسائل أعلام محلية وعربية: أنا فخورة بتكريمي لأول مرة في مصر التي أعتبرها بلدي الثاني، وسعيدة لأن التكريم يأتي في ظل العديد من الأنشطة الفنية الرائعة التي تقام في القاهرة حالياً. رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن تبرير بلقيس فتحي غير مقنع تماماً، وأشاروا إلى أنها امتنعت عن حضور حفل الميركس دور بسبب تواجد حبيبة الفنان العراقي سيف نبيل هناك، وذلك منعاً لحدوث أي التباس أمام عدسات الكاميرات. يذكر أن الفنانة الإماراتية كانت قد تعرضت لحملة انتقادات واسعة مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أبدت دعمها التام لسيف نبيل عقب الحادثة الأخيرة التي وقعت معه، وذلك عندما ألقت السلطات في الإمارات القبض على سيف نبيل بعد قيامه بالتعرض بشكل قوي لصديقته ذات الأصول اللبنانية. وكانت بلقيس فتحي قد نشرت عبر خاصية ستوري عبر حسابها الخاص على انستغرام صورة جمعتها بسيف نبيل، الأمر الذي اعتبره الناشطون أنها تقف إلى جانبه وتدعمه في الوقت الذي يجب فيها أن تقف إلى جانب الفتاة.